بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. القائل: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة في الله، مركو هر إلهي ما ويدسننا توفيق ده إنو عرفك أن إيه قلبي أن بخير توسيو إخلاص كان إنو وفتشيو حضرداً عنوان كيدو يهي: من بدع الزمان إهمال فقه القرآن. زمن كان عن شوغنو بدعوين كي سوحا كم إذا إن الله دنينين فهم كقرآن، إن الله ضيعو فهم كقرآن. صدح باسوق ليا إن قرآن كحفظ جيسة كلية لغو قاب صدو أو فهم كي أن الله دنينين، إن قرآن كأخر سكيسة بس لغو قاب صدو أو فهم كي معناها أن الله دنينين، إيه إن قرآن كا لغبت شيء سدو إنتو بوي سوق عليها. صوبتا كانتي إن الموضوع عن كهذا اللوحوية ظاهرة وحاجة ارتأذ قيمة بدن وقرآن كحروف تيسة إيه حفظ جيسة إيه سيدي لو توسين لها عرب كلوغو توسين لها برارو نوعا سوء هنقاضي عالم كردن كهنقاضي كارهان مجتمعا كهد للقضة أن كهد ليو صوماليغا أدوا هنقاضي ظاهرة سي وحي دليسي أما كرد الشي تدآدو فربضا وقرآن كحفظ السن ورقي الدمر بلي لأن يرى يضيال بلي وحادنك كالي يدنا موقتة دنين الآن أما الضيعد اسكم موقتة وقرآن كي معاني ديسة إن الراديو أي دادك آدو قيرت إلا داد بدن أي مودين بقرآن كي إن إلهي أسود دي كلي إن لحفظيو لنا أخريو إلا قار بدن إسابة وقاتين وحان عادي مركا إن قرآن كألفات دي سي معاني دي سي كالقوآن وألفات دي إيو أخريس كي إيو حفظي جينا دينا عادان معانيهنا دنك كالآدو وي كالبحان وحكى له يدنا رنتي كم إذا أسبابتها ذاتك أنت بدن علماء مقرئين تا كعام بحي قرآن ككريم كا وأي كير تهاي إني مشكلة دا براروتيان كلية تون حفظ القرآن كا إن حق الله صاروا محو هاي لقاها الله أحاديث النصوص تلقو فسره لديري قليو هذا يبضنته لكن إن أمد اللقو براروشي ورحبا مقن هذا يقول يرتهي علماء خاصة كوكو عام بحي قرآن كريمك سيدة استرادت أيادات بدني مصوص تكه الله يسا قرآن كأهل كيسا إيا إن لأمانو إيه وحي إلهي أكتيس كوليهين وحاة صوبح ذي فهم لهي ذاتك نصوص تكه الله سوى ذاتك قرآن كحفظيسا الفاديس روحي قرآن كمعنيه سيقاني لكن لفظي سانا قونين أهل القرآن لو ما يقان روحي قرآن ككرنق ماي معنيه سانا قراني أهل القرآن لو ما يقان أهل القرآن حلو يقانا حافظك معاني ذا قرآن كان جاهل كا كاسا أبدا مركوا مفاهيم إيا معاني انحرافتي وشيد كيدي صحدا هيد يا معاني صحدا كلي حتى وي إلا صحوبة مقصود كي أجيدادو مركا ماها
in quraanka xifdigiisa iyo dadaalka ku socda in la khafiifiyo ama dadka laga jeediyo ma aha, laakiin muhiimadu wax weeyaan in arintaasi dulduleelka ay leedahay aan muujino oo dulduleelka la cudo oo arintaasi wixii ka khaldan la saxo. xifdigii keligii waxba ka maqan, wixii maqnaa in la raadiyo. muhiimadu waa taa ee hadda qur-aanka xifdigiisa iyo mudnaantii la siinayo dadaalkeedii meesha laga saaro maaha, dhaleecayn la dhaleecaynayna maaha. Waa arkaynaa mar bay dhaleeca leedahay, mar bay yeelan doontaa in kii qur-aanka xifdisnaa la yidhaahdo waxba meesha kuma haysin. waa arki doonaa nusuusta iyo aqwaasha ahlilcilmiga saxaabada iyo keyrkoodba. muhiimaddu marka taas wey, muhiimaddu inaan toosh ku ifinno oon iftiimino waxa maqan. wixii jira waa jiraa, dadaalka qur-aanka iyo xifdigiisa loogu jiro yacani wax weeyaan jamciyadaha, dowladaha, culimmada, xufaada waa jiraa, laakiin waxbaa maqan. wixii maqnaa marka in ummadda farta loogu fiiqo, muhiimaddii maqsuudku intaas wey. intaa kadib waa sababta aan keenay inaan ka hadlo mowduuca ka hadlo. intaa kadib qur-aanka ilaahay wuxuu u soo dejiyey tabaaraka watacaala ee ugu muhiimsan waxa waaye in macnihiisa la fahmo. qur-aanka macnihiisa haddaan la fahmin, maqsuudkii ilaahay u soo dejiyey lama hayo. intaasoo wajibuna qur-aanku kugu tusayaa macnaha isaga. wajiga koowaad, aayado fara badan oo qur-aanka ka mid a ilaahay markuu ka hadlayay rabbigeen tabaaraka wa tacaala nebigeenna wadiifadiisa shaqadii rasuulkeenna sallallahu alayhi wasallam loo soo dhiibay, markuu ka hadlayay allah wuxuu ku sheegay saddex wadiifo, saddex shaqo, dhowr aayadood baa sheegay. shaqada koowaadi waxa weeye inuu aayaadka qur-aanka dadka ku dul akhriyo, akhris waay. shaqada labaadna inuu baro macnaha qur-aanka. shaqada saddexaadna inuu ku tarbiyeeyo say ugu dhaqmi lahaayeen. aayadaha macnaha sheegay waxaa ka mid a suuratu lbaqara, aayadda ducadii nabiyullaahi ibraahim calayhi wacala nabiyina asalaatu wasalaam markuu lahaa rabbana wabcad fiihim rasuula minhum yatluu calayhim aayaatika wayucallimuhum alkitaaba walxikmata wayuzakiihim innaka anta alcaziizu alxakiim. yatluu calayhim aayaatika waa akhrintii, waa carabkii lagu toosinayo qur-aanka. ma intaa keliya maya, wayucallimuhum alkitaaba walxikmata, wuxuu barayaa qur-aankii iyo sunnadii macaanidii wey markaa. wayuzakiihimna waa ku dhaqankii iyo ku tarbiyeyntii ummaddu say ugu dhaqmi lahayd, qur-aankan ugu dhaqmi lahayd. ka waran marka haddaa adigu ka qabsato oo keliyata yatluu calayhim aayaatika oodan gaadhinba wayucallimuhum oo wayuzakiihim aadan gaadhin, ood intaa intaad ku ekaato tidhaahdo waxaan ahay ahlulqur-aan baan ahay. aayadda kelimaha way badan aayadaha saa isugu xidhay. waxaa ka mid a fii suurati albaqara mar labaad baa haddana la sheegay, kama arsalnaa fiikum rasuula minkum yatluu calaykum aayaatina wayuzakiikum wayucallimukum alkitaaba walxikmata wayucallimukum maa lam takunuu taclamuun. mar kale tilaawadii iyo tacliimtii iyo taskiyadii baa laysdaba dhigay. fii suurati aali cimraan sidoo kale, laqad mana allahu cala almu'miniina id bacata fiihim rasuula min anfusihim, muxuu qabtaa yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikmata wa in kaanuu min qablu la fii dalaalin mubiin. saddexdoodii baa haddana laysku xijiyey. fii suurati aljumuca sidoo kale, huwa aladii bacata fi lummiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikmata wa in kaanuu min qablu la fii dalaalin mubiin. aayadahaasi marka maxay tilmaamayaan? kulli isku macaani bay xambaarsan yihiin. qur-aanka akhriskiisa iyo macaanihiisoo la barto iyo in lagu dhaqmo.
saddexda shaqo waa shaqooyinka Nabi Maxamed loo soo dhiibay sallallahu alayhi wasallam. In marka kaliye ta xifdiga iyo alfaada lagu gaabsaday waa khald. Soo wajima wajiga labaad ee Qur'aanka kugu tusay arinta iyada. Qur'aanka soo dejintiisa Ilaahay wuxuu ku cileeyay oo xikmada iyo tacliilka ku sheegay in la fahmo. Ayadana aayada dhowra. Fi suurati Yusuf Allah wuxuu yiri tabaaraka wa ta'ala alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan he la'allakum ta'qilun waxaan soo dejinay qur'aan luqada carabiga ah maxaa loo soo dejiyay la'allakum ta'qiluna siyadu fahantan somar somada fi surati zukhruf sidoo kale hamim wal kitabil mubin إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وحان كدغني قرآن لقد عربيغا لعلكم تعقلون سياد فهنتان طبري وحليه ليعقلوه ويفقهوا منه ساسوي معنى يعقلوا بمعنى يفهموا في سورة فصلت سيدوك هلي حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون وحلو سودجي قرآن كان ولو كلا دغدغاي لغه عربيه لو كلا دغدغاي وحلو كلا دغدغاي دد فهمي معنيس لقوم يعلمون علي الامام ابو جعفر الطبري عليه رحمه الله لقوم يعلمون مركم فسيري وحيري فصلت ايات هذا الكتاب قرانا عربيا لقوم يعلمون اللسان العربية يعني لقد قران كيف فهميان مر هذه لقد قران كيف فهميان قران كيف بيفهميان ساس عربي لانه مدي اوغو ريساي قران كان لو سو لو سو دجيبا عرب اهي مركم حال لو سو دجيي علشان ان لفهمو علشان معنيه ان لبرتو معناها ان للراديو ساسا الهي اسو دجيي marka quraanka kariimka wajooda oo macnaha ku cadeeyo waxa kamida ad-da'wa ila tadabbur al-quraan tadabbur al-quraan al-mustalzim li fahm al-maani quraanka in badan wuxuu dadka ugu yeeray in la tadabburo tadabbur kana waxa ka laazimaysa inaad macnaha fahmiso laan tadabbur ku sidii sabab wax waa qalbiga waa shaqada qalbigu qabto shaqadaasina waxay ku wajahan tahay macnaha lafdi lagu ma tadabburo waxa lagu tadabburo ee la fiirfiiriye ee qalbigu dhuuxo waa macnaha sidaas daradeed aayad kasto quraanka kamidu tadabbur ka hadlaysay waxay ku socotaa dhanka macnaha midna waxa kamida aayadka macnaha sheegaya fi surati nisaa allah wuxuu yiri subaraka wa taala afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghayri illahi lawajadu fihi ikhtilafan katira قرآن كمعنيه سمي أفير سدان وروحان في سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قرآن كمعانيه سمي روحان وأفير سدان مس قلوب طاحلا أفلا يتدبرون القرآن أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين سورة المؤمنون صومين سورة الصاد ويضو دهك فيدي الله يحوري تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك كتاب أن كوسو دجنين محمد أنزلناه إليك حقاق أن أسو دجنين مبارك خير كيسي بركدي سابدا محلو سو دجي ليتدبروا آياته آياته سئن أي أفير سدان روحان وليتذكر أولو الألباب انت عقل جودو فيو يهينا اني كو انا قاتانو كو دقمان marka su'aashu waxay tahay quraanka hadii loo soo dajiyay in macnihiisa la dhuuxo oo macnihiisa la fahmo oo la tadabburo tadabbur suurta gal ma aha hadaan macnaha garanay al-imam ibn jarir al-tabari alayhi rahmatullah imam al-mufassirin ayada ay wuxuu isku soo xiray ayada kale fi suratu zumar ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون لبدا سايضو بسكو سوحري مركزو وحو يلي تدبركو سورتقل ماءها روح دوسا معناها قرنين
وأنا مسألسك واضح إلى أكيد هذا. فمستحيل أمره بتدبر، فمستحيل أمره بتدبره وهو بمعناه جاهل. صورت قلب ما أهبه إنه إلهي ذاتك أمره إن القرآن كو تدبران أصغر الروح معناها قرانين، لأن وحويان التدبر هو فرع الفهم، فرع فهم المعنى أو فقه المعنى. مركز معناها فهمته أياد، مركز معناها روحي كرتا مسكح ذكوع العلين كرتا وفيرسان كرتا وحكر راذين كرتا وهكذا. تانا وقضب كلوه وجوه ده قرآن كو معناها رنتا كو عدي وحا كم ذا إنه قرآن كو إيد وشيدي ذاتك أن فهمينين. في سورة الفرقان في وصف عباد الرحمن إلهي مركو أدوميدي سوسفيني صفاتك وضوحا كمدة، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. مركي إلهي آياتك سلقود الأخريو مداتان أيقو لقلاء إن لرع حلقو ضاب إليه وحي سجودان أيقو فهمي يا أيقو فهمي وحي أي كسجود يعني اللجود الأخري أي سجود أوضعان. زاد ضرادة علماء القرقود حي كقاتين هدوس الروح وقرآن كاللجود الأخري بفهمين ما لها السجود ما بسجود يده لأن عموم سفاهمين معه سجودي صوما مركه وحي تلمام يساب إليهن صح ويدعان ويسجودان قرآن كسامية لكن وأمركه يفهمان. قد هذا وحوله هاي مركو فسيره لم يصموا على الحق ولم يعموا فيه فهم والله قوم عقلوا عن الله وانتفعوا بما سمعوا من كتابه ويفهمين بول. الإمام ابن عربي عليه رحمة الله في أحكام القرآن يسون وحوله قال علماؤنا أيضا مركو فسيره علماء ذوحي لهذين الذين إذا قرأوا القرآن قرأوه بقلوبهم قراءة فهم وتثبت وأكون مركي قرآن كأخرنيان أخرنيا إيقو قرآن كي فهمي ولم ينثروه نثر الدقل تمير تحنصيد الله لا صيروك الآن صيرين قرآن مركز وحل. فإن المرور عليه بغير فهم ولا تثبت قرآن كأولنا تسكد المرتعون أذن فهم أن سغن صمم وعمى عن معاينة وعيده ووعده وأنك الآن عند الأنف. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله استغنى آيات مركو فسره وحوله ومدح الله ومدح الذين إذا ذكروا بآياته لم يخروا عليها صم وعميانا والذين يفقهون ويعقلون وذم الذين لا يفقهون ولا يعقلون في غير موضع من كتابه. الله وحو إيدي وعايي وحك الشيغي ذاتك عن كتاب كيس عن فهمين ويأخرنيان ويحفدنيان لكن ما فهميان. وجهد القرآن كأرنت أقول عدي وح كم ذا أهل الكتاب كا وإن خلافنا الله إن أمري أيان نك القرآن كأخرنا يا أو حفظنا حفظا أما آخر كيس جري يكون قابسنا يسوع فهمي كره فرصة دي هيست وحوش شبهي أهل الكتاب كا. أهل الكتاب كتشبه هذي إن لسكو شبهنا واتي لينودي ذي حجيبك شبهي إن آخر سكرية لغو قاب صدو كتاب إلهي سود تشيي ودقن كي أهل الكتاب قرآن كو إلهي كشيغي وحرب إليه تبارك وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم إلا يظنون. أهل الكتاب كي وحا كم ذا قار أن كتابك وحبك أغين إلا أمانيا أماني ذو بمعنى أخرين ويهلك إلا تلاوة وقراءة واحد وآيدك ليلة متهي وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إلا إذا تلا وقرأه. مركا وحوي أماني ذا هل كان عند جميع مفسري السلف هل كان وحلقه وضا إلا أمانية إلا تلاوة وقرأه. مركا كتابك وحكا لكما يقانان وحكا يقانان كلي أماني أخرس بس كي يقانان وحكا وامل ملاؤون وإنهم إلا يظنون. عليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله مركو سو غوري مفسرين تسلفكو إني معناها أماني ذا أي كفسرين التلاوة والقرآن أو القراءة وحويري
وإذا كان الله قد ذم هؤلاء الذين لا يعرفون الكتاب إلا تلاوة دون فهم معانيه، كما ذم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، دل على أن كلا النوعين مذموم: الجاهل الذي لا يفهم معاني النصوص، والكاذب الذي يحرف الكلمة عن مواضعه، وهذا حال أهل البدع. صمرت يعني وحويان ننك انتو دينتي فهمي لحين ينا ومت ميت كأن قرآن كي كتابك إله زود كي أن وحب فهمنا ومت لبضوا وأهل البدع بود إلهينا وعي ودلعي هذا لبضا بولي هاي. وهذا انت أنك قابسان إن شاء الله تعالى وحكم ذا نصوص معناها تلماميسا نبي جن صلى الله عليه وآله وسلم وحكسي والرمي إني دعي دونتو أرنتاسي ودتك قاركودا إيمان دونان قرآن كريه ألفات دي ستوسين دونا معاني ذك أن معاني ذا يفقق يفهم كينا أن دنبضا كلاهين بل مجددو دو أي تاي أنكلية إني قرآن كأخرس كيسا يحفظ كيسا الدنيا كراتسدان لكن أن دن كلاهين. حديث كسهل بن سعد الساعدي إمام أحمد يا أبو داود بن حبان يا الطبراني بيها قبل سوشي وحديث يا صاري وحديث حسنة وعليه هاي نبي صلى الله عليه وسلم وحول فيكم كتاب الله يتعلمه الأسود والأحمر والأبيض كتاب كإلهي بايدين دحيال وحابرنا يميتك مذو يميتك عص يميت انتم ويبرنا تعلموه قبل أن يأتي زمان يتعلمه أناس ولا يجاوز تراقيهم. قرآن كبرتا انت يسن إيمان ضد قرآن كبران دون أو أوسن لون تأولافين كالحموه ودافين على قولة بمعنى فهم كي فقه كي قرآن كو قلوب تود أمد جيو هل كامر دافين وأخرس إيه هول كالواه لكن إنه قلبك قلو ومعنوه قلبك قلو أو أي كرد قمان أو سداسي أسامين كو كيانا مايا نبي قوسي ودوحي صلى الله عليه وسلم ويقومونه كما يقوم السهم ليبك أشى ليبك سيدا لو توسيو كلبي قرآن كأخرس كيسي الله فذيكي سأو توسيني فيتعجلون أجره ولا يتأجلونه أجور ذا ويدك دك سنيا يعني أدون كي وحوض قادنا يعني آخرنا الدنب كما له سمارت بمعنى واحد واحد مدى نبي قوله صوير يواقع أنه ما أنت تشروه كله dad badan oo kulli dhimaaya laakiin dad badan oo dadka inaayada quraanka siyo xafadada kamidahay bedelkii ay ku mashquuli lahaayeen quraanka macnihiisa iyo tafsiirkiisa barta intay ku kaaftoobaan bay markaa kadib waxay bilaabayaan inay inta marka shaqo ku raasadaan ama musabaqa ka qayb galo wuxuuga soo fujiso ama dugsi ku qabso macallin ku noqo wuxuuga ku hel ama magac intaad ku sameysato muxooga madaxda iyo dawladaha iyo ku shaxshaxaad macnihi aaway maqsuudki aaway looma socdo marka nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam lafdigii bay toosinayaan adduunyada ku raadsanayaan wixii lafdigaasi xambaarsanaayo maqsuudka ahaan uma socdaan walaa sunnah nabi tilmaamay sallallahu alayhi wasallam waxayna kamid tahay رسول كان صلى الله عليه وسلم وحي كم يتهي آياتك نبوذي سمعجزاتك وحل إله نبي وحو كسي والرمي أو دعي صلوات ربي وسلام عليه وحي خلاف سنتهي أرنتاسي أو خطرها أقوى وين كتوسي كم ذا منهجك أي صحابة ذو قرآن كبرانترين وانا ميشا أنك قادني نو إني ضريق قادني كم يتهي من مناهج أهل البدع إني بدعتها معلو قران إني بدعته وحلو قرآن قرآن كينا وخلاف سنتهاي سنة دينا وخلاف سنتهاي منهج كي صحابة دنا وخلاف سنتهاي السلف إني منهج كي صحابة دنا وحكوب برنشيرين أي خلاف سنتهاي وانقاب كان حفظك كلية حروف تقوم حوق اللي ساري تشيرين دليل كيدو واك رور أثر بان زوج قرني إنه صحابة دا أثر توضا كمي دا قابك قرآن كأبرين شرين أثر ككوباد وأثر كعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أثر كاسي وحا صو ساري طرق رور كيمد لكن طريقة أقوحي أقبضان الصحيحة طبعا وحسن وحاني لو صحيح طريقة صحيحة أقوحي أقبضان وطريقة أوريني الإمام الطبري في تفسيره وطريقة أعمش عن شقيق عن ابن مسعود طرق لنا أوليه
wuxuu leeyahay Cabdullaahi Mas'uud. Cabdullaahi Mas'uud wuxuu ka mid ahaa raggii Qur'aanka Nabiga qaatay, wuxuuna ka mid ahaa madaaristii Qur'aanka kiciyay, madrasatu Kuufa. Cabdullaahi Mas'uud baa asal u ahaa oo qurada faraha badan ka soo baxeen, oo xataa qurada muxuu ahay toddobada ah, saddex ka mid ah kuufiyiina Soomaa. Marka waxa weeye qurada meesha ay ka hana qaadeen Cabdullaahi Mas'uud ragga Kuufka ah buu ahaa. Cabdullaahi Mas'uud marka wuxuu tilmaamayaa qaabkii ay Nabiga Qur'aanka uga baran jireen, saxaabadii hadday yihiin siday Qur'aanka ku baran jireen. Wuxuu leeyahay kaana ar-rajulu minna إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. هذا هو فرصة مد أنك نقمد الصحابة دي وحو أها طبان آيادود هدو قاتو نبيك كبرت صلى الله عليه وسلم طبان كآيادود مقود بيشرين مدافي شرين كوكلا مقادن شرين إلا أوبرتو معنى هودا إيو كرلقان كود tobanka ayadood buu qaybaya macnahooda iyo waliba inuu dhaqan geliyo. Markaasay hadana waxay qaadanayaan toban kale, tobankaasay hadana ka niib keenayaan oo ay salaynayaan toban kale. Saasay Qur'aankii ku barteen oo markaasay wada barteen Qur'aankii akhriskiisii iyo cilmigii Qur'aanka ku jiray iyo waliba ku dhaqankii Qur'aanka hal mar bay isla qaateen. Manhajkii saxaabadu soo kaama atarkaasi waa atar saxiixa waa wuxuu ku yimid dariiq saxiixna waa ku yimid dariiq kale xasanna waa ku yimid waa athar sugan waya oo Cabdullaahi Mas'uud radiyallahu ta'ala anhu ka sugan. Raggii ardaydiisii ahaana way tilmaami doonaan oo u tagi doonaa oo Cabdiraxmaan Suulami oo isaguna sidaas oo kale u tilmaamay. Atharta macnaha tilmaamaysa waxaa ka mid ah atharka Cabdullaahi ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ardaa. Cabdullaahi ibn Umar saxaabiyul jaliil isagana atharkiisa waxaa soo saaray Abu Ja'far an-Nahas fi al-qita' wal-ihtinaf, ابن مندى في الإيمان، كذلك الطحاوي في مشكل الآثار، حاكم في المستدرك، بيهقي في السنن، طريق سن بن عساكر باكوسو صاري، أسقنا وأثر سقنا عبد الله بن عمر كسقنا، وحلي عبد الله، لقد عشنا برهة من دهرنا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل الصورة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها. كما تعلمون أنتم اليوم القرآن. ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه فينثره نثر الدقل. وحليه وقت بان نولين بوري وحلق السحابة وقت الزمن مدة الزمن ككمي دان نولين وشيرني بوري أيضا متكانو إيمان كهلي شيرو إيمان كاللسين شيرو قران ككهر سورة بان نبي محمد كسو دقي صلى الله عليه وسلم مركاسا وحنبرن شيرني حلاش هذا إيا حرام هذا إيا أمر كذا إيا النهي كذا إيا وح أي تهين لاغ استاغو يا أو محو أهي أن لقدبين sida maanta idinka quraanka aad u baranaysaan. Waxaan arkay buu markaa kadib muddada oo kadib waxa soo baxay wiiro oon arkay rag quraankii qaatay iimaanka ka hor, markaas wuxuu akhrinayaa quraanka faatixadiisa laga bilaabo ilaa dhamaadkiisa uu akhrinayaa, waa xifdisan yahay waana dareerinaya. Wuxuu leeyahay ma oga amarka, ma oga aayadahani maxay reebayaan, ma oga maxay amrayaan, ma oga maxay tahay in agteeda la istaago la gudbin, ma garanayo. Faatixadu ka bilaabaya waa dhamaynaya, anagu maanaan aqooni bil waxaas. Waxaasi waa wax dib ka yimid, laakiin waqtiga nagii quraankan qaadanayna xalaashiisa iyo xaaraantiisa iyo amarkiisa iyo nahyigiisa iyo xuduuddiisa ayaanu baran jirnay buu leeyahay. Atharkaasi atharkii hore Cabdullaahi ibn Mas'uud buu la mid yahay. Ibn Manda wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix ala rasmi Muslim. حاكمنا وحولي هاي حديث صحيح على شرط الشيخين، كذلك الذهبي باكو وافقية، هيثمي وحولي هاي رجال صحيح، الشيخ الحويني وحولي هاي، إسحاق الحويني سونا وحولي هاي، وحسن على الصواب، بمعنى وحوي طرق لنا وليه. أبو جعفر النحاس وحولي هاي، ابن عمر مركولي لقد عشنا برهة من الدهر، وحولي يدل على أن ذلك إجماع من الصحابة. أرن كاسنين يلا ونين الصحابة كم إذا ما هي
saxaabada dhan inay sida ahaayeen buu tilmaamayaa buu leeyahay. Ijmaacii saxaabada haddii la khilaafo la garab marana inuu bidco yahay ma shaki baa ku jira? Shaki ma jiro. Dariiqii marka dadkaasi wax ku baran jireen ee saxda ahayd ee nabiga laga soo gaaray sallallahu alayhi wasallam waa dariiqa isaga. Waxaa sii muujinaya oo isaguna aada u sii sharxaya ninka la yidhaahdo Abu Cabdiraxmaan Suleemi Cabdullaah ibn Xudayb Al-Kuufi, wuxuu ka mid ahaa quraadii qur-aanka ka qaatay Cabdullaah ibn Mas'uud iyo saxaabo badan, kibaaru saxaabu kibaaru taabiciin buu ka mid yahay, bal wuxuu ka mid yahay ragga wariyay xadiidka Bukhaari iyo qeyrkii soo saareen khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah. Xadiiska inta badanu xufaadda u deliishanno oo markaynu xufaad iyo dadka qur-aanka iyo majaalista iyo markaynu ka hadlayno aan dhaano khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah, raggii wariyay buu ka mid yahay Cuhmaan ka wariyay. Abu Cabdiraxmaan Suleemi wuxuu qur-aanka dadka barayo Makuufa uu fadhiyey muddo aad u dheer, xilligii Cuhmaan laga soo bilaabo ilaa imradii Xajaaj Makuufu fadhiyo qur-aanka laga baranayay. Ibn Xajar markuu muddada qiyaasay wuxuu leeyahay markay ugu yar tahay waa 38 sano waay, haddii kale 60 iyo ka badan bay gaari kartaa muddadaas uu fadhiyay. Xadiidkan markuu wariyo khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama, wuxuu dhihi jiray hada aladii aqcadanii hada almaqcad aw ajlasanii hada almajlis, waxa halkan aad aragtaan ii fadhiisiiyey waa xadiiskaasuu dhihi jiray khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama. Ninka isaga ah Abu Cabdiraxmaan Suleemi athar buu baa laga warinayaa, atharku waa athar saxiixa isagana turuq badan buu kimi, laakiin dariiqa ugu fiicani waa dariiqa Ata ibn Saib an Abi Cabdiraxmaan Suleemi oo ibn Waddax iyo qeyrkii baa soo saaray. Ata mukhtalit buu ahaa, laakiin rag ka warinaya qaar ka mid a ayaa qabl ikhtilaad wax ka qaatay sida Xamaad ibn Zayd oo kale iyo rag la mid a. Abu Cabdiraxmaan Suleemi marka wuxuu leeyahay إنا أخذنا القرآن عن قوم فأخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوهن إلى العشر الآخر حتى يعملوا ما فيهن من العلم، قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا، وإنه سيرث هذا القرآن قوم بعدنا يشربونه كشربهم الماء لا يجاوز تراقيهم، قال بل لا يجاوز ها هنا ووضع يده تحت حنكه. هلكا حتى ودافت مسير اسكبر دافك الحمه حتى هلكا ما دافيه وله القران كان وحن كقادني قوم صحابته كقاتي روايه كلا شيغيسا عبد الله بن سعود وعثمان، لكن وله هدرقطني مغعابي ساسي وله ولا خوك بدين اديق صحابتي القران كقاتي وتلمامه وله هي القران رج وحن كقادني صحابه. Raggii aan Qur'aanka ka qaadanay waxay sheegeen inay Qur'aanka Nabiga uga qaadan jireen 10 aayadood, 10ka aayadood mayna gudbi jirin oo 10ka ku xiga umayna gudbi jirin ilaa ay cilmiga ku jira bartaan kuna amal falaan. Wuxuu leeyahay waxaan baran sida markay noo bareen waxay yidhaahdeen cilmigi iyo amalkiiba hal mar baan isla baranay. Qur'aanka waxa dhaxli doona gadaashana oo baran doona dad sida biyaha u cabi doona, sida biyaha u cabi halka wada bimacnaha way daldalayaan, yah way dareerinayaan. Macnaha qur-aankuna wuxuu leeyahay kalxamaha u dhaafi maayo, bal kalxamaha iskaba dhaafi xataa halkaa dhuunta u dhaafi maayo. Kalxantu waaba hoosaysaay xataa haddaan halkaa dhamxanaga u dhaafi maayo buu qur-aanka macnihiisu. Dadkaasi dib bay ka imaan doonaan oo way soo socdaan, laakiin waxay garab marsan yihiin qaabkii aan saxaabada wax uga baranay oo qaabka hore. طيب وحلم يدي سوماه اثر كي عبد الله بن مسعود يا عبد الله بن عمر صلى الله عليه وسلم marka wa tabiinti wa sahabadi nasaasi u qeexin tabiintina ayagu nasaasi u sheegan waxaana si xojinaya waxa kamida atharka abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma isagana laga wariyo imam malik fi almuwatta u ku wariyay balaghan wuxuu leeyahay abdullah ibn umar makatha ala surati albaqara 8 sinina yata'allamuha. Cabdullaah ibn Cumar wuxuu dul joogay ku dul nagaaday suuratul baqara 8 sano baranay. Atharka 8 sano dhahay ee ku yaala muwatta Malik waa dhaif, laana balaghat Malik waa inqitaac ba ku jira. Wuxuu sax ku yahay oo ku asaxay
وابن سعد صوصاري بإسناد حسن إن لم يكن صحيحا عن طريق عبد الله بن جعفر عن أبي المليح عن ميمون أن ابن عمر تعلم سورة البقرة في 4 سنين أفر سنو قبرني سورة البقرة عبد الله بن عمر صح 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 أما سديد سنو ضعيف. طيب أفر سنو عبد الله بن عمر وعالم أها وعربي أها أفر سنو سورة البقرة محوكا لحقبني سوين لي سويدية ما عرورت أن سورة البقرة محيكو برتان وكحف ديان وحب الكيرا الوحف ديان. طيب ابن عمر مدمين بوها مدمين بوها حاشا دمين ما هين لكن عبد الله بن عمر سورة البقرة قابك أبرني يقاب كان إنه أبرناك لدوان صوما ساس تراد يوفير سو علماء أثر كشرح يس خاصة علماء مالكية يوفير سو ابن عبد البر إيو أبو الوليد الباجي إيو المنتقى شرح الموطأ ابن الوليد الباجي وحليه مركو كهل وحليه هاي. فقد ذكرنا أن المراد بذلك الفقه في أحكامها سورة أحكام تيدو لحفري وأنا سورة القرآن كأقول دار أقول أحكام بدن وايل لقى ما رح بيحكره هذا ترى أحكام تيدا نقول حشرة يا سنة ذا لقى ما بحه مركو قرتي عبد الله بن عمر وغير ذلك من علومها. فقد روي عن الصحابة كراهة التسرع في حفظ القرآن دون تفقه فيه صحابة وحال لقوري قرآن كحفظ جيزة إن لقدك دقو فهم الآن فهم كي انت يعني لفظ ديستو إن حفظك أقول لقدك دقو صحابة ويكهن شيرين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أبو عمر أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار بايساقنا سياسو كل سوق قورينا يا سياسو وقت قوفا إذي سنو وكقد بيننا وحا انت صورنا كدر ولا ليال أرنت هدا إنك آدي آد وحوين ولا طبعا قرآنك والله حفظي ووين تشكي مالي لكن إن قرآنك حفظي كيسا كليا لغو قفصده معاني ذا لإهماليه وحي دليل أطهي إن أمداسي فتنة سنتهي دليل على الفتنة واحد مدح إيا أمانة دليل معها بل دليل على الانحراف ما عن زاوله وحن أوله دقيسو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مركله طريق الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود ابن أبي شيبة صوصاري دارمي بيهقي ضروق بدن بوليه نعيم بن حماد لكن طريقه أوفي عنه طريقا واحد ومحواها طريق الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود وآثر صحيحة وحليه عبد الله بن مسعود كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة فإذا غيرت قالوا غيرت سنة قالوا ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن قال إذا كثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة حيري سيحا الكين نقندونا مركي فتنة إذن قشو أو فتنة إذن دهدو أو فتنة إذن أصيبتو فتنة ذا سو كي وينانا أكد قوبيو كيرنا أكبر باريو ضدكنا أي عادة كردكنا يان مركي لبدلنا أي ليه العادة ديبا لبدلي يا عادل لقيت تجي عرا الله إليه سؤال زوجي هذا عادل يبقى اللي بدله إيدها مركز سوا حيد هذا أبو عبد الرحمن هو قرمة وحاس العيا فتنة لا سوى قرمة علامات كيدو محي وعيري وحي إيمان إسحاق مركي بطان قراءكم كو إن القرآن كم لفظ جي سيقان القراء ده وحلي هذا أنتم من الله استعماله كو القرآن كحفظ سن كو إن القرآن كحفظ سن أما لفظ جي سأخرية مركي بطان كو القرآن كفهن سنة دين تفهن سنة إذن كو يرادان مدحذين أي بضطو مدحذي أي بضطو ودن كي مسلم كنت لك لقو قوستو إلا أن هل نينو مدحان لهانشر نزوما مدحية فربنا صباحان إنتا سؤال لان ديسي إنتا سؤال مدحوين صوين ومجرا مدحوين يال مدحذين بضطو وقلت أمناؤكم كوين آمن كأنا يرادان وخائنين تبتان
camalkii aakhara lagu raadsan jirayna adduunye lagu raadsado. Waa camalka aakhara maxaa ugu muhiimsan? Qur'aanka ugu muhiimsan. Sooma. Camalkii aakhara lagu raadsan jirayna adduunye lagu doonto oo wasiilo looga dhigto adduunyada lagu xaqiijiyo. Intaasi markay dhacdo fitnowde balaaya idinku dhacday. Xaalku hallow waa qasanteen. Soomaali. Tayib. Ciladu xagee ka jirtaa marka? Ciladu maaha qur'aanka xifdigiisa maaha. Ciladu qur'aanka xifdigiisa maaha. Qur'aanka xifdigiisu waa ammaan, waa fiican yahay, waa maziya, waa manqaba. Laakiin ciladu xagee ka timid? In aad ku gaabsato qur'aanka xifdigiisa keliyood intaa ku ekaato maqsuudkii lafdigana aad ka gaabsato halkaa way ciladu. Oodan danayni. Ood intaa keliyata intaad ku gaabsato intaa wax ismoodo. Yaa, ood intaa noloshaada ku qaadato, ood uga baxdo marka kadib inaad shaqeeyo hawl kale ku gasho. Maqsuudkii Ilaahay ba u soo dejiyay inaadan gaarin ba, halkaa way mushkiladan ka hadlayn. Ee macnaheedu maaha marnayaan loo fahmin, xifdiga qur'aanka iyo mudnaantiisu nusuus buu leeyahay. Qur'aanka la xifdiyo, muxuu ahay waa sax. Laakiin ceebtu waxa weeye in lagu gaabsado un xifdiga keliya. Mudnaanta intaa la wada siiyo, intaa un lagu dul wareego, aan laga gudbin maqsuudkii aan loo gudbin. Taa way macnaha ceebta iyo dhibaatada ay tilmaamayaan, ay madu tilmaamayaan. Atharkaasi waa athar saxiix. Dhahabi wuxuu leeyahay calaa shartu Bukhari wa Muslim, sanadkiisu waa saxiix. Duruuf kalena waa ku yimid. Haddaba waxaan leenahay daahirada maanta inoo jirta daahiro saxsan maaha. Waa daahiro u baahan in wax laga bedelo. Xufaadii baa inagu batay, Allah badiyo. Laakiin xufaadeennu waxay u bateen dad aan Qur'aanka wax ka fahamsanayn. Wabitaali waxaad garanaysaa xataa Qur'aanka markuu akhrinayo sax codkii iyo lafdigii iyo xoogaa waa hagaajinaya, laakiin ruuxa qur'aanka macnihiisa yaqaana wuu dhibsani. Meelo aan waqaf ahayn buu iska istaagi, faacilkii mafcuulkii buu kala goyn, jaariyo majruuhkii buu madaxa kaga tuman. Soomaalit yacni wax weeye waad yaabi. Caamaduna waxaa laga yaabaa way marqaansan yihiin oo codkaas quruxda badan bay ku marqaansan yihiin. Culimadii iyo dadkii qur'aanka yaqaanayna waa rafaadsan yihiino, macnihiisa yaqaanay oo way rafaadsan yihiin. Qur'aankan la jajabinahaya nafta loo keenay. Marka waxay u baahan tahay in dariiqa noocaasa la saxo oo ummaddu u noqoto qur'aanka macaanidiisii maqsuudkii asalka in loo laabto. Xifdiga markaa kadib intii ku darsan karisa waa fardul kifaaya. Ummadda in xifaad laga helo, in qiraa'aadka dad yaqaana laga helo waa fardu kifaaya. Waa in la helo. Laakiin ummadda maqsuudkeedii in halkaa loo jeediyo wixii ka muhiimsanaa la dayaco, arintaasi waa daahiro aan saxsanayn. Mid kalena waa idinku darayaayo Ilaahay diinkiisa ku dhaqankiisa iyo cizigii iyo sharafkii ummaddu inuu soo noqdo xufaad jaahiliina kuma soo noqdo. Kulligeen haddaan wada xufaad noqonno, laakiin macnihii qur'aanku inaga maqan yahay, cizi islaamna ma soo celin karno, diinna ma istaajin karno, wax weyna ma qaban karno. Allah wuxuu yidhi markuu ahlul kitaab ka hadlay, qul yaa ahlul kitaabi lastum calaa shay'in xataa tuqiimu tawraata wal injiil wamaa unzila ilaykum min rabbikum. Waxba ma tihiin ilaa aad tawreed iyo injiil istaajisaan iyo wixii laydii soo dejiyay. Sufyaan uthawri wuxuu leeyahay waxaa laga wadaa ilaa tawreed iyo injiil intaad fahantaan aad ku dhaqantaan waxba ma tihiin. Waxaa laga wadaa marka ummaddan ilaa ay qur'aanka fahanto ay ku dhaqanto waxba ma aha. Soomaada garan alfaad keliyato mudnaanta la siiyo oo waqtigana lagu bixiyo ummadda loo wada jeediyo ma keento in ummaddani ay diinteedii ama yacni waxa weeye ay ilaashato ama ku dhaqankii ama cizigii ama sharaftii soo celin maayo, bal xaafidka aan qur'aanka fahamsanayn isaga hal isku jira. Xaafidka aan qur'aanka fahamsanayn macnihiisa isaga hal isku jira. Oo nimankii khawaarijta ahaa, nimankii khawaarijta ahaa ee nebigu axaadiistaad garanaysaan ka sheegay, soo qurra mayna ahayn. Qurraabay qur'aanka xifdisan bay ahayn. Laakiin nebigu sallallahu alayhi wasallam qur'aankooda iyo say u akhriyaan iyo sid maba gaari kartaanba saxaabadu kulaha ma gaari kartaan. Haddana maca dalika nebigu wuxuu yidhi qur'aanka fahamkiisu halkaa kalxamaha uma dhaafin, waana middii keentay inxiraafkooda ay dariiqa sunnada ka baxeen
ay muddada ummada seef u qaateen oo dhigeeda banaysteen oo ay ku noqdeen dhulka korkiisa inta ku nool kuwa ugu sharbadan xufaad baa quraanka xifdis soma xufaad baa wali ma gaari karno hadana ma dadka waxay noqdeen inta dhulka ku dul nool kuwa ugu sharbadan bay noqdeen maxaa keenay faham khaldan bay quraanka intay u qaateen oo cilmigi quraanka iyo fahamkiisa garan mareen bay saa kulumeen maanta waxaad arkaysaan oo inoo muuqata dhalinyaradii quraanka xifdiday laakiin aan fahmin in badan oo kamida way inxiraafeen soo sma qaar fara badan wax way xabsiyada ka buuxaan qaar fara badan waa gaangis ya meeshan anaga waxaanu soo maray kuwo la yidhaahdo maxay ahayd subaawar soomaaliya subaawar waxaa ka buuxay dhalinyaradii quraanka xifdiyay waa ka buuxay quraanku wuxuu ruuxa ilaalinayaa markuu macnihiisa garanayo markuu garanayo waxaanu kuu diidayaa waxaanu kaa reebayaa waxaanu ku amrayaa macnihiisu markuu qalbiga galo buu ruuxa noloshiisa saameeyaa laakiin alfaaduusan waxba ka fahamsanayn hadduu akhrinayo codkana ku qurxinayo muxuu ka qabanaya wax badan ka bedeli maayo arrintaasi marka waa arrin u baahan runtii wax weeye wax badan in runtii muxuu ahaayey dadaal lagu bixiyo oo ummaddan loo soo celiyo manhajkii saxda ah ee ilaahay u soo dejiyey qur-aanka kariimka ilaahayna ugu talagalay ragga caddeeyey waxaa ka mid ah inuu dariiqaasi bidco yahay oo manhajkii salafka khilaafsan yahay ragga caddeeyey waxaa ka mid ah alimaam abubakar aturtuushi ama turtuushi almaaliki kitaabkiisa alxawaadits waalbidac wuxuu ka mid ahaa a'imadii qarnigii shanaad aakhirkiisii qarnigii lixaad bilowgiisii noolaabuu ka mid ahaa wuxuu dhintay 520-kii kitaabkiisa wuxuu ku tilmaamay arrintaasi inay bidco tahay hadalladiisa waxaa ka mid ahaa baab wuxuu baabeeyey atafaquh fi lqur'aan la yidhaahda hadalladiisa waxaa ka mid ahaa wamima ibtadacahu annaasu fi lqur'aan aliqtisaaru calaa xifdi xuruufihi duuna atafaquhi fiihi waxyaalaha bidcooyinka dib ka yimid waxaa ka mid oo qur'aanka ku saabsan in lagu gaabsado qur'aanka xuruuftiisaoo la xifdiyo keliya fahamkii qur'aankana laga gaabsado markaasu wuxuu keenay atharkii imaamu maalik ee cabdullaahi ibnu cumar 8 sano inuu suuratu lbaqara baranayay in soo sheegnay inuu daciif yahay markaasu wuxuu yidhi culimmadanadu waxay dhaheen annahu kaana yatacallamu faraa'idaha wa axkaamaha wa xalaalaha wa xaraamaha wa wacdaha wa waciidaha wa gayra dalika min axkaamiha waan soo sheegnay markaasu haddana wuxuu keenay ahar kale aharkan waan baadhay laakiin sanad uma helin wuxuu leeyahay cutayba kitaab wey macnaha maalik waxaa lagaga wariyay fi lcutayba inuu yidhi cumar ayaa waxaa loo qoray qoraal qoraalkaasi ciraaq buu ka yimid xilli ciraaq la furtay kadib waa cumar waxaa loo sheegayaa oo xilligu muslimiinta khaliifkooda ah dhambaalku wuxuu xambaarsanay waxaa lagu yidhi ina rijaalan qad jamacuu kitaab allaahi tacaalaa cumarow bishaaro hee rag baa qur-aankii oo dhan wada xifdiyey oo wada qabtay markaasaa cumar qoraal buu u qoray markay waraaqdii soo gaadhay qoraal buu ku celiyey dhambaal kale u celiyey wuxuu yidhi an ifrid lahum fi diiwaan liiska dadka dowladdu wax siiso mushaharaadka la siiyo kuwaa ku dar qur-aankii wada xifdiyey soo ma wada qabteen ku dar dadka ciidamada iyo dadka dowladda u qoran ee mushaharaadka qaata kuwaa ku dar mushahaar u qor fakathura man yatlubu alqur'aan haddii mushahaar laysu qoray dadkii qur-aanka baranayay baa batay marka ya qur-aankii dadkii raadi lahay baa tiradoodii badatay gadaal dambe haddana dhambaal kale loo soo qoro cumar waxaa la yidhi sanadkii xigay baa mise sanada kadib waxaa la yidhi innahu qad jamaca alqur'aana 700 rajul ya 700 oo nin baa qur-aankii xifdiyaa la yidhi markaasaa cumar wuxuu maxaa sugaysay marka hadda haddaan hadlayn maxaa dhihi lahay ha loo kordhiyo samayna dhahay cumar ufiirso marka cumar wuxuu yidhi innii la akhshaa an yasracuu fi lqur'aani qabla an yatafaqahuu fi ddiin fakataba an laa yucطiyahum shay-an waxaan ka yaabi buu yidhi qur-aanka sida uu socday ugu degdegahayaan faham la-aan inay qur-aanka ku degdegaan ee ka goobu yidhi waxaad siinaysa ha laga jaro ujeeddadu maxay tahay marka cumar muxuu diidan yahay cumar wuxuu diidan yahay alfaadda qur-aanka un inta lagu yaaco maqsuudkii ahaa fiqhigii iyo fahamkii macaanidii qur-aanka in la dayaco diidan yahay
sidaas daraadeed alfaadan uun keligood wax lagu cunahay ee la daba yaacahay ee tartamada lagu galahay dawladuhu wax ku bixinayaan ma sha Allahu daa taway mid Umar arzaaqda ka goynayo leey ka jira ha aadan dhanka fiqiga fahamka quraanka aada quraanka macnihiisa raadiya dhankaas saxmaha kaliya inaad aadaan saasule malik wuxuu leeyahay marka macnaha wuxuu leeyahay makhafata an yataawaluhu ghayra ta'wilihi Umar wuxuu ka baqay Umar wuxuu ka baqay quraanka barashadiisa aan fiqiga lahayn hadhow inuu keeno inay tafsiir xun quraanka fasirtaan oo uu la leexdo ilaa khawarij ba tafsiir xun baa la leexday Soomaa fiqigiibay ka leexdeen kadibna si xun bay quraanka u fasirteen dadkii bay ku laayeen ayadii gaalada kusgaalada ku soo dagay bay muslimiinta saareen markaas ay dhigoodi banaysteen marka Umar wuxuu ka baqay wuxuu leeyahay fiqiga fahamka barashada luqadda carabiga ahayd Soomaali quraanka muxuu ahaa culumti kale oo adeegaysay quraanka fiqigiisa iyo fahamkiisa aada adarkaas aan horey bay idin ku sheegay waa raadiye laakiin asagoo oo tariiq musnada ku yimid ma helin Paris Bawli kulliman tayib markaas wuxuu yiri Abu Bakr Turtushi ni kitabka iska leh al hawadith wal bidah hadalkaan oo qiimo badan buu keenay markaa wuxuu yiri wa hada huwa halul muqriina fi hada al asr فإنك تجد أحدهم يروي القرآن بمئة رواية ويثقف حروفه تثقيف القدح وهو أجهل الجاهلين بأحكامه فلو سألته عن حقيقة النية في الوضوء ومحل حقيقة النية في الوضوء ومحلها وعزوبها ورفضها وتفريقها على أعضاء الوضوء لم يخرج جوابا وهو يتلو عمره يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وحليه وحن هذا اثارته كورميس ورغه هذا قرانك ددك برا ام قرانك برتي حفاظ حالكوده ما انت سو يحي بودي ما انت سو يحي وا مالك وا غورما يا وقرنغي افر سنوات دماتكي سوا ميقا كدنبيس يا sagaal qarni ba ka dumaysaa sagaal qarni xageen gaarnay markii Riswiidiya sagaal qarni oo la sii durkayay xaaladu waa ka sii dareysay xageen marayna wad garan kartaan xaaladu siday hadda maanta tahay ba sidana buulee waad arkaysaa wiimid iyaga kamida quraanka wuxuu ku warinaya boqol riwaayo quraanka ku warinaya quraanka boqol riwaayo ma lagu wariyaa ya Shaabdul Bari quraanka boqol riwaayo ma lagu wariyo suurtagal ma boqol riwaayo ku warinayaa buu way thaqifu xuruufahu xuruufti sana waa toosinayaa buu tadqiif sida qoriga loo toosiyo kale qoriga leebka sida loo toosiyo kul u jeed toosinay wa huwa ajhalu jahilina bi ahkamihi quraanka ahkamti sana dadka ugu jahilsan buu kamidahay buu intaasoo qiraa'o iyo intaasoo riwaayana waxbu ku akhrinayaa markaas uu yiri hadaad weydiiso niyada xaqiiqadeeda niyadu soo inama al-amalu bi-niyyah soma xaqiiqadeeda hadaad weydiiso buur weysada niyadeeda iyo xaqay gasha iyo goorma iyo xubnaha weysadooda iyo waxna hadaad weydiiso kama jawaabi karbu cimrigiisana wuxuu akhrinayaa buur ya ayuha alladina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-ayati weysada ka hadlaysana cimrigiisa wuu akhrinayaa weysana ma yaqaanabu ahkaamteedina garan maayo quraankana muxuu ku warinayaa boqol riwaayo ka badan buu ku akhriyaa waa zaman kan bayna haysataa buu u sii wada wuxuu leeyahay haddaad weydiiso midiga kamida amarka ilaahay ma wajuub ba ma nadbi ba ma istixbaab ba muxuu faa'iideeyaa waxba ma keeni karo tabcan waa culumta quraanku adeegto waa u sii wada wuxuu yidhi maalik ba waxa la yidhi su'ila maalik waxa la weydiiyey aan sabiyin ibni sab'a sinin jamaa alquraan المتدب جيره او قرانك ودا حفظيي با لا ويديي امام مالك مركاسا و خوري ما ارى هذا ينبغي الى ما ابو ارنتاس اني في عنته او تدب جير قران انه حفظي ما قال ليس سو حربلي ما امام مالك و خوري مايا يا مايا الى ما اني في عنته صوت بعيد وحيليهن وإنما وجه إنكاره ما تقرر في الصحابة من كراهة التسرع في حفظ القرآن دون التفقه فيه وحو أدوديه إمام مالك أكهانيا يعني وحي صحابة لغا سوغاري أو أه قرآن كالفاد دي سينا لغو دك دكين أيضا لفهمين
fahamkii way meeshay milicsanayaan markaa arintaasi markaa waa arinta aan rabay inaan muxuu ahaay muujiyo gadaal dambana waaba ka sii daray oo midalan ninka la yiraahdo al-imam abu muhammad al-bazzar wuxuu leeyahay khalaf ibn hisham al-bazzar oo kamid ahaa naqaladii qurada sabcada muxuu ahaay qiraa'adkooda naqliyay ama ishaariyay ayaa wuxuu leeyahay sanad xasan kaga sugan yahay wuxuu leeyahay ma adunnu al-qur'ana illa 'ariyatan fi aydina qur'aanka umalayn maayo buu inuu ergisay yahay gacanteena ku jira mooyaane waa ergiso atarkii wuxuu keenay umar oo uu leeyahay 10 sano qur'aanka ku bartay 10 sano suuratul baqara baranay markuu xifdiyeyna oo uu bartayna geel buu qalay atarkaasi waa dhaif markaas wuxuu leeyahay inna al-ghulama fi dahrina hadha yajlisu bayna yadi فيقرا ثلث القران لا يسقط منه حرفا فما احسب القران الا عاريه في ايدينا ما انت بيد مش عمر و 10 سنه سوره البقره برني المها يرك ابو مركو يسو هور فريستو قران كستخ ميلود ميل و خيره 10 جزء 10 جزء و خيره وقت كومو كغه بخايا مركا وحيلت هي بلا حالته ما سهلنه قرانكو اكتينيه غعمهن انو ارغسي عاريه كو يهي yaani inama gelin wa inama gelin waxaan leenahay ma noqonin hoos inuma gelin atarkaasi khalaf ibn hisham al-bazzar asagana wax waye wa athar hasan wa waxaan ku qatimaya arintu gadaal dambay ka sii halowday wa illa ragii quraanka laga soo gaaray saxaabada ka imow taabiciinta ka imow hatta qurra'u sab'a iyo ragii qiraa'adkooda naqliyay ما أركيس نين إمام في القراءات وهدنا الجاهل بمعاني القرآن ما أركيس وتحدى صوب بارك تراجم توضع أخرية وحي كسميه نهرت اللقاء العربي قواعد كذية اللقاء العربي آد بيوي قانين كذال دم بي مركب فنون تكالي مساهمك ويالانيان يعني. من تفسيرك من قار حديثك حتى محوها هاي كلها هاين حديث كلها هاين وحلمك حديثك qaar kamid ah muxuu ahaay culumta kale ee shariicada fiqhiga marka ma arkaysid quraadaas quraanka laga soo gaaray hadda la akhriyo qiraa'adkooda la akhriyo nin macaanida quraanka jaahil ka ahaayo alfada kaliis kaliya yaqaan meelis tarajimtooda ku laabto imaam ahli madina midan nafi' ibn abdurrahman haqa xadiiskana musaahamu kulaha quraankana xujju ah oo waakay Imaam Ahmed iyo Abdullah ibn Wahab iyo waxa ku dhigi jiray muxuu ahaay isaga qiraa'adiisa ay dooran jireen quraad muxuu ahaay Imaam Ahl Madina hatta isaga iska dhaafay ragii tashiiriyay oo wuxuu leeyahay asma'i baa kamid aha imaamki lugawiga ahaay muhaddidka ahaa baa kamid ardaydiisa wuxuu leeyahay kuntu ujalisu Nafi' ibn Abi Nu'aym wa kana min al-qurra'i al-fuqaha'i al-'ubbad qarina wa aha faqihna wa aha طبعا محدث نواه علم الحديث كانوا حكله لبدي يعني قراءه ديسا تشيريه او لبدي سي اردي ورشيو يعني كي لدي جري قالول سيده كليتو تراجمتودا marka ku noqoto labadoodu sidoo kale tawa حديث كمساهم وكليهي لغه العربيه اسكو بدا امام اهل مكه عبد الله بن كثير بن عمرو الكناني اسق و هو اها محو أهاي سيدوك هلي علمي حديثك وكويرا لكن كان بصيرا بالعربية لقد عربيك وحو أها رقا الله قدام بي لبدي سيدوك هلي سوق قراءة دي ستشيري أردادي سمي سنهين بزي يونيك لديه شري محو أهاي يقنبل أردو مي سنة واسطة يوك قاتل والله دحيا تقريبا إلا لبو واسطة ودحي سان أمالين أيونا سيدوك هلي تراجين توضا مركا تكون نقطة سيدوك هلي رقع علماء بي أهايين oo quraanka alfadiisa kaliya aan ku gaabsan imaamu ahl basra abu amr ibn ala kana min a'immati an-nasi fil arabiyyati wal qur'ani ma'a al amanati wad din wa thiqa alim buha quraanka alfadiisa kaliya ma ahayn labadi sidoo kale isagana qiraa'adiisa tashiiriyay duri iyo suusi iyaguna sidoo kale kullaba tarajumtooda nafsi shay imaamu ahl ash-sham abdullah ibn amr al-yahsubi oo imaam at-tabi'iinta kamida حجة في القراءة ثقة في الحديث سيقوم حديثين توبا كامدها رقم حواها لوكال سوين
asagana qiraa'adiisa ragii ee labadii nin iyagana muxuu caan bixiyay Hishaam ibn Ammar walid al-Walidina Sulami ibn Dhakwan ayagana sidoo kale imaam ahlul kufa saddexda nin ee ahlul kufada aha saddexdi ahlul kufa Caasim ibn Bahdal ibn Abi Najud al-Asadi oo isagana waxa weeye muxuu ahaa cilmiga xadiidkana saduuq buu ahaa ragii xadiidka wariyay buu kamid ahaa cilmiga quraan qiraa'adkana xujju ahaa ragii ka wariyay isagana qiraa'adiisa yaani caan bixiya Abu Bakr ibn Ayyash iyo ninki la dhigay Xafs ibn Suleyman al-Asadi sidoo kale iyaguna ahaayeen markaad ku laabato tarjumtooda imaan ahlul kufa Hamza ibn Habib az-Ziyad sidoo kale min a'immati al-qira'ati wal-fara'id wal-arabiyya culuumta shara'adu wax badan ka yaqaan ragii ka wariyay mid kamid ah waxa kamid ah Khalaf ibn Hisham ninka hadda soo sheegay Khalaf ibn Hisham al-Bazzar iyo Khalad ibn Khalid al-Shaybani al-Kufi كانوا صدوقا في الحديث متقنا في القران في القراءه امام اهل الكوفه سيده كلي علي بن حمزه الكسائي سيصوم قرن صحيح كسائي كان احد اركان العربيه وكسائي دي ادقرن انسان علمي مخو اهي صرفي سو قرن انسان علمي صرفي كسائي سوا وكسائي قاري قراده معناها تضبدا كميدا marka waxa weey كان ركنا من اركان العربيه عالم بوها labadii nin sidoo kale isagana qiraa'adiisa nashriye labada arday u aha Abdul Harith Al-Laythi iyo Duri ha labaduba sidoo kale marka tarjumaadooda ku laabato warka murtidiisu waxa waa isku soo gabagabeeyay ma jiro wax la yiraahdo culimadii quraanka laga soo gaaray macnaha quraanka jahiliin bay ka ahaayeen oo alfaada kaliye yaqaaneen kadibna qiraa'ad bay uga gudbeen wax la yiraahdo ma jiro dayashana kuma sugna dhanka lagagama dayanin ee quraanku takhasuskoodu ahaa culuumta kaleete shariicadana musaahamiye qayb ay ku lahayn mid luqada carabiga mid qabka xadiidka mid dhanka fiqhiga waxayse ka sinaayeen quraanka ay dadka barayaan way fahmayeen nin walba in ilaahay ka siiyay halka waxa ka soo baxay marka dariiqadan ah quraanka alfaadiisa lagu gaabsado ama hal la xifdiyo ama akhris kaliya lagu gaabsade dariiqadaasi waa dariiqo khaldan waa dariiqo khilaafsan manhajki nabiga laga soo gaaray saxaabada laga soo gaaray salafka laga soo gaaray aaymadii quraanka laga dhaxlay laga soo gaaray totally way khilaafsan tahay waxay u baahantay markay la saxo selo saxaya waxaan dhihi lahaa oo talooyin ku soo jeedin lahaa in dadka yaani wax weeyaan quraanka baraya ummada iyo culimadu in xoog la saaro himmada iyo dadaalka loo jeediyo xoogana la saaro saxwada iyo baraarugan quraanka ah ee hana qaaday Ilaahay ha dhameystirana barakeeyay saxwadaasi in lalexiyo oo lagu daro lalexiyo ma in lagu daro oo si xoog leh loogu daro quraanka macaanidiisa in xoog la saaro waxa qayb ka qaadan kara quraanka dad badani waxay ku xifdiyeen li ajli llah dad badanna waxay u xifdiyeen wuxuuga nafci ba galay abal gudiyo lagu helay tartama lagu galay dawladda ku bixiyay abal gudiyo hay'ada ku bixiyay dhankan kale hadii quraanka tafsiirkiisa iyo macnihiisa abaal gudiyo waaweyn lagu bixiyo sida qisadii hadda Umar aan ka sheegaynay waa lagu soo yaaxay laakiin dawladuhu inoo qaban maayaan salaadaha ka sugina dawladuhu uma socdaan quraanka macnihiisa lafdigaas oo kii lillahi ay ka tahay lillahi ay ka tahay kii kale oo dana kale ku wato lafdiga mooyaan inay quraanka tafsiirkiisa jawaais ku bixiyaan laga sugmayo laakiin ummada inteeda kale hay'adaheeda ganacsadeeda shirkadeeda hantideeda ay haysatay khaaska ah inay ku wajahdo wax badan oo kamida in la dhiri geliyo quraanka macnihiisa in la barto oo sida tartamada caalamiga loo qabanayo quraanka alfaadiisa loo qabto tartamo waaweyn oo quraanka macaanidiisa quraanka tafsiirkiisa dirigelin weyn been qol waxa arkay bari sida Umar baa muxuu ahay markii iyagoo marahay muxuu ahay wax yar ay 700 hal sano gudahood u gaareen hal sano gudahood baa arkaysa ummadii oo tafsiirka u lahad waxa iimaan kartaa su'aala oo sheekhu soo dadkii niyadii maada ka hadlaynin
وحاجر علماء السلف كانوا حديجره طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. تذكر هذه القرآن كمعنيه صبرتان حتى مركه هر نيده كبرانا يعني هذه حما تحتها مركه دم بقرآن كبدل زونه مركه دم لله يبون قندونا. لكن تذكر الله سو تشيديو إن القرآن كمعنيه صبرتان وحكم إذا إن أي أمضوا أي إكرامتوا أي شرفتوا نينك قرآن كمعنيه سيا تفسير كيسيا فقهي سيا قانا سك بدن متك قرآن كحفظيسا شرفدة إيه إكرام كأي كرامين إيش صدر يعني هذا وواقع أبور ما يبغى وواقع أبور ما مدسه أبور ما هي وهذا كيسا وحافظ قرآن كأي قانو عد قرحسن لكن هو جاهل سيد الله بمبونين أيه سقلفتي سوا بكت سوم يابا ما نريد وعلي شيء لأنه رجع سوالي ذو قرآن كأخر يكمل ذو لكن أقوم بذو قرآن كمعني سأنو لهين أيا نبى يروي شيء كيوحيل إلى قرآن كانوا يقول بركي إلى قرآن كان مرت ويقول بركي مقعب يقول سي حلو يقول سي ما شاء الله مركو مغرور ومغرور إلهي مركو قرآن كقول بركينا يو مرك معنيه سوء كفهنسيه بقن كيسنا كوافقيه لكن إن القرآن كألفات دي سكلية تي حفظ جيسي عتق رحسن مقع كوي على تو أو جوجل لقول دكو أو دلدو كوجس ودويان أو لقو صعبيه وامتحان ما هدورش معه لكن وقت كتسون تي وقت جرويد سداس درادد إكرام يشرف يقدرين يكرو قادد وحامضا ضد كقرآن كمعاني دي سحم بارسن هذا كدر صدو إنه حفظ جينا للديرية هاي وادرجة سيادة لكن هذا ضيع القرآن كمعنيه سي وحمودية إن لي هذا الدب النقاني وحبا كامخن ما ماشي ماشي هذه ما طلب ككل وحوي وسجن مهم كه أين مدى مساجد تجنيسة أو أنت بدن لغو حشو إن أي محو هاي القرآن كنا وتجويد هان عرب كقصه كرو عد قرحسية أنت لغو حشو وإن لو قدر الشرط كلو إنه قرآن كمعنيه سوح كقرنه نكي قرآن كان تجين لها هدين ليدا هذا هذا رسيك صدق حسن ده قرآن كي ما فهن سني محب الله يا سو إنه قرآن كي معنيه وحكا قرطو إلى التفسير كان أحبان كأقارنا سي إمام اللوغة ديو صوبة هل تريبك إلى استوحوا بعد قرحسين هاي كلية تالفيرنا إلهي أمرك النبي قال سي شيخ صلى الله عليه وسلم نبي قال سي شيخ حديث كعابس وحديث حسن هو نبي قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال خصالا ستا شن لح الربوض انت سن إيمان أعماش صالحة ودكتك كلاهر مرة وفتن انتين دعين شن تازي معي لح تازي معي إمرة السفهاء تضوح مقرض ومضح ونغض ومضى وكثرة الشرط كون ضدك قراعي بوليسك يوحن ضدك الدليئي مضحظة ضلمات الله شقي ضدك او قراعي كواسي بضشدود وقطيعة الرحم قرابة قويسني بدا وبيع الحكم حكم كل إيبسدو لالوشك سمارت هي كرسي قولة كنتولة كلا إيبسدو واستخفافا بالدم يدي قولة فضو يا الحمد لله بابا قد قلوصني بوك الحمد لله واقرحن أعداء الله بانو لمين وكابا استخفافا بالدم دي قول فضيس ونشوا هل كان نزعنا ونشوا يتخذون القرآن مزاميرا لأن يرى قرآن كتلقنا يا سيدي دربان كوكالي سيدا يعني قلب كان عدك بحيو كتلقنا ونبي صلى الله عليه وسلم يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم ما يقدمونه إلا ليغنيهم رواية كلاوحة وإن كان أقلهم فقها midkay hormarinayaan oo tujinaya waxay u hormarinayaan ma aha inuu aqoon fiqhi leeyahay cilmi leeyahay ma aha laakiin codka quruxsan inuu ugu heesay rabaan li yughanniyahum codka quruxsan inay dhageystaan oo ugu sawdeeyo inta kaliye u hormarinayaan oo imaam uga dhigaya salawaatu rabbi wa salaamu alayhi soo inuu nadax joogo mamud rasuulku sallallahu alayhi wasallam
ما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى وحي إلهي وإن إيمانه يسوى إلهي بسيوه هذا رسولك يسوى الشيخ صلى الله عليه وسلم صمارك مركا إن لبدلوها وشاء إيضا أو إمامك لغفيريو حفظك قرآنك يعودك وصح لكن إن لفيريو محاد قرآنك كفان سنده هذا هذا فان سنين اللي يدعك عصوا برو جاهل باتا وأميدك أنت إمام الشافعي علي رحمة الله حديثك صحيح عنك يقول مركو النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله صومهن يعني وحو ضدك وحات تشين يا الروح أقرأهم هو قرآن بدن إمام الشافعي معيري أقرأهم وحلقة ولا أفقههم صمارت لأن وحي ليه ينحلق إساقا روح ضدك وقو قرآن بدن با إنت بدن وقو نفقي بدنها متلازمان بيها ينفقي قرآن كبرشدي يفقي سويس وتين ولو رواية صحة إجرتو الله إسا أكثرهم قرآنا لكن فهم كما إمام شافعي بأسداس وحاكم إذا أرماها براروش دوبا وحاكم إذا مناسبات كمسابقات كاللوقة برأي مناسبات كعلماء خاصة رجع قرآن كقعان بحي والله بيوقف سمان رجع قرآن كقعان بحي رجع نوع علمه وقرآن كقعان بحين قراءات كيسي قانان حفظ سيهين ومد برأيان وحاولر إن قرآن كمعنيه سنة يقانان علوم تيسي قانان يعني وحوى علمه واحد dadkaasi waa dadkan rabno way dadkaasi waa dadkan amaanayo dadkaasi waa dadkan nusuusta ay ka hadlayso way kuwa ma aha kuwa aan ka hadlay laakiin dowrka culimadaasi ku aadan wax weey munaasabadka la isugu iimaanayo ee quraanka lagu takriiminayo musabaqaadka jawaaista abal gudka iyo munaasabad kasto u saamaxdaba waxaan leeyahay culimadu ha ka hadasho meesha waxa ka maqan munaasabad walba umadda lagu baraarujiyo war waxba maqan war quraanka macnihiisa ba maqan war halkan waxba inaga maqan war hal loo laabto war hal la barto arintaas runtii wax weyn munaasabadka laga hadlayo umada wacyi gelin far badan bay u sameeyneysa mujtamaa in la toociyeeyo waa muhiim oo mujtamaaynii lafteediba waxay la qabsadeen ee ilmaha wuxuu ku leeyahay markuu dugsiga keensanayo ama ruuxa duwan yahay xataa ilmuhu xilli waxa jira quraanka fahamkiisu uu ku adagayo markaas oo kaleeto yaani ama farbar buu ku jiraa ama carabka loo saxayaa waa marxalad hore ilmu marku yar yahay waa oo uusan gaarin inuu fahmo laakiin marku ruuxu gaaro inuu quraanka fahmi karo in quraanka tafsiirkiisa iyo fahamkiisa wax looga bilaabo oo la koro marka quraankii uu barashadiisi fahamkii iyo macnihiina uu la wato inta kolba intuu kari karo inta tabartiisa halka waxaan doonayaa in waalidiinta ku baraarujiyo Soomaalidu madama ilaahay jicilisiyo quraanka xifdigiisa wana maziyo fiican quraanka xifdigiisa inaan jeclaanno waxay keentay in waalidiinta kulligood ni walba u yiraahdo ilmahayga quraanka la xifdisiyo oo quraanka xifdigiisa ilmihi waa kala duwan yihiin fahamkoodu waa kala duwan yahay ilaahay tabaaraka taala idraaga u sii waa kala duwan yahay waa kala duwan yahay awooda uu xifdiga u sii ilmihi waa kala duwan yahay ilmaha qaarna quraanka way xifdin karaan qaarna xifdigu waa ku adag yahay inta badanna dadka xifdiga ku adag ilaahay dhanka kale fahamku awood ka siiya waxa u baahanta marka inta quraanka xifdigiisu u fudud yahayna in xifdiga iyo fahamka la isugu daro inta aan xifdigu ku adag yahayna in fahamka loo leexiyo quraanka carabka loo toosiyo mishafka ka akhrin karo wuxuugaa juus dhowr juus ha akhriyo korka ha ka qabto laakiin ha loo leexiyo quraanka macnihiisa iyo culuumtiisa iyo culuumti kaliya inuu barto wax la yaab la way ilmo dhowr iyo 10 sano uu xifdiga quraanka dul fadhiya dhowr iyo 10 sano wuxuu dul fadhiya quraankii uu dul joogaa mana xifdinayo arintaas waa mas'uuliyad macallimiintu ay leeyihiin waalidiintuna waa inay fahmaan oo gartaan quraanka معنيه سو لا غرتو با كمهمسن حفظي كليا هدي ما انت ليدهدو ورنين قران كفهنسن لكن ان حفظيسنين يمد حفظيسن لكن ان فهنسنين كبا اهل القران كان اهل القران كان حفظيسن هانو ساسوا وعي هدا جيره وحويان أهل القرآن هي نصوص تكسو أررت أهل الله وخاصته وحفظته صحيح صلى الله عليه وسلم لكن وحو يحافظك هدوس القرآن كفهن سنين إنو كرنا قمنا مفضودة أو ضيعو إسوغو كاريكرا هل كاسي وحو مقليو أهل القرآن وخاصته مقليو لأن وحو ينضريقي وقرم ريو
صوما أولى إن لي إذا هذا الروح القرآن كمعنيه سيقانه كلق مية كاسا وحويها حتى يوصل حفظ سنان حتى يوصل حفظ سنان أهل القرآن وخاصته والروح معناها يقانه إيه كلق مية هذا حفظ لدريه هنا وكستا أهل القرآن سيستوى لكن يالغو حصرين يالغو كوب وأنا معنى خلدا نين جاهلة أو قرآن كحفظي أو لغاية بعد ما لقن كينو قلب قلب يهي إن ما أنت النصوص تلا صاروا ليدا هذا أهل القرآن تدكي كليتنا ليدا هذا وكوا هدهي الباء أهل القرآن أنا أقول أهل القرآن كاسرمنا قاب كأويال طريقة داسي وخلنت هاي وإن للصحة وإن دبلوغو النقضة وإن بلشد كبرا رقتو وإن يعني هي ده قرآن كشقية مراكز قرآن كشقية علماء قرآن كشقية معلمين قرآن كشقية ومدوا إن سقطك توصي أرنتا يضع واحد كديمان لورد ما يستري لها شيت كان وحلوة بدل لها سين وقانه طريق النبي صلى الله عليه وسلم ومدوا قرآن ككبري صحابة أي كقاتين تابعين أي كقاتين أي مدي قرآن كقراءاتك أي كبرتين ومدوا قصو قدبيين طريق يدبها لوغو النقضو انتاسي أيان شعلي سينا إذن لو داقو إلهي توفيق هنا وفتشي أهل القرآن الله ينقردكو الله تبارك وتعالى حفاظ القرآن كحفظيسا الله وفتشي إن القرآن كمعنيه سبرتان انت معناها يقاننا إن حفظيان الله وفتشيو إلهينا كو قرآن كو أشرفعه ما ننت قيامة حجة ونقض الله ينقردكو توفيق دنا الله ينوافقك مر والبا حالد والبيا حيل والبا هذا بالله توفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.